ليش بدك دكتور اللي بدك اياه؟ طلب ما استدلي اياه بس اني ادخل واحدة انا مش عارف بس انا بدخل جوا بس ازاي يعني؟ طيب انا دلوقتي عايزك توريني شكل الريكوست اللي بيتلقت من عندي في موقع الجامعه باستخدام جوجل كروم. يعني ريكوست اللي هو يعني افتح صفحه ادخل الموقع هذا هو ريكوست. طيب ادخل عند الجامعه الجوجل كروم هو نفسه ايش هذي؟ ايوه هاي صفحة ايش؟ هذا انت لما دخلت قبل عشان تشوف ال البيانات اللي على الشمال صفحة جوجل اللي على الشمال صفحة جوجل دي مع الانترنت ايوه صح انت بتعرف ان يطلع بقى فوق كده يطلع فوق خالص شوف يعني اول شوف كده هتلاقي الريكوست في حاجة ممكن فيها جوجل جيميل ايمجز جو بلس كومون بلا خلاص ايا كان HTTP لا هو بيفهمها كروم HTTP وحيرسلها HTTP يعني خاص بس بالمواقع HTTP الصفحات الأول الويب سايت يعني S shield ولا secure يعني إنه قصدي محمي أنا قصدي أيوه أنا هنا بقول بقى اليمين دوت جزء لا كبره كله كبر لك يا كبر عشان تفهموا انا عارف كده بس عليه ايه اللي طلع قدامي طلع قدامي البيانات الخاصه بالصفحه هذه طيب مع جوجل اللي قبلها كانت اسوي ريفرش يعني بيمسح كل صفحه بصفحتها لا كل حاجه لها ريكويست صوره والاخبار مثلا صور ثانيه الايمجز اللي في كمان شو اسمه الفيف ايكون صح الايكونز فيف ايكونز وحتى السكريبت طب الصفحه دي جت كام ريكويست ريكويست 129 يعني الصفحه دي 129 ريكويست ايوه تقريبا حجم الصفحه كله جواها 161 كيلو بايت وانتهى في 3.78 بالمية سكند هنا سورس هذا انه انا طلبت ريكويست طلبت طلب للجامعه ريكويست على موقع الجامعه فاعطاني الاي بي والبورت لا بتاعي انا الجامعه معليش ريموت وين البعد
اعطاني اياه واعطاني البورت نمبر 80 اللي هي الرقم المنفذ اتوقع اللي رقم قصدك بروتوكولات يعني؟ بورت نمبر يعني 80 هذه ايش خاصة بايش يعني؟ اها ايوه بعدين ريكوست اليو ار ال اللي هو موقع الجامعة ايوه وقال لي ريكوست ميثود جيت انه احضر لي اياه يعني وستيتس الحالة اللي يعني اللي صارت اللي انا طلبتها ريكوست هي اوكي يعني اخضر يعني مفتوح يعني الصفحة مسموح رد عليك طيب. يعني في اجابة هنا بيقول لك الكاش كنترول هذا الكيب الايف اللي خاص بال السيشن واللانجوج كونتنت عربيك ايش كمان وهذا التاريخ والوقت لا اسمه ديفا حلو بلس 3 يعني تسعة شوية ايوه لاست موديفاي بتحديث الاشياء عشان اعرف اذا هي متحدثه او قديمه كاش ميموري ايوه زي شغل الرام والسريع يعني ريكوست هيدرز اول سطر اكسبت تكست اتش تي ام ابلكيشن يعني اكسبت قبول الصور اللي هو بيحطوها هنا ايش في حاجه اللغه هذه اللغه الطلب اني لغه وينها معلش هذه هو طلب انجلش جت لي بالعربي صح ايه طيب ادخل على موقع الكليه لو انت من على الشمال هنا حته الصفحه الشمال ماشي ادخل على الكليات كلية العلوم بالزلفة عمل ريكوست جديد ومسح القديم قبل ما اعمل افتحه يعني افتحه لازم تفتح الصفحه الجديده هو لازم تفتح الصفحه القديمه خالص مش هيفتح معاك حاجه هيروح القديم لا ارجع زي ما انت لو انا وريني اللغه اصلا هنا بقى اكتب فيسبوك هو لغه انجليزيه الحين لغه انجليزيه جوجل فيسبوك اتش تي تي بي اس سكيور وريني الاف شفت الاف الاخضر وين ها فوق ولا تحت؟ فوق جنب اسم الموقع شفت كيف الاخضر؟ رايت ولا لفت؟ لفت تمام؟ بقول لك ايه بعد كده ايه؟ الموقع ده موجود بتحقق منه مضمون والنسبة عن الاتصال؟ اتصلت
اتصال تم تحقيق الهوية. يعني انه محمي كل شيء حاجه محمي. هي بقول لك انك ما ادري ايش، ويعني المعروف انه ده بنجيل. اول حاجه ما مكتوبه. ثاني واحده شوف اي واحده. هنا اكسبت لانجويج انجلش يو اس. عند الكروم هو اللي هو بيفهم عربي ولا انجليزي؟ ذات اللغة. أوه كنت أقفل كل حاجة. صار تغيرت الصفحة. صار بدل في رابطين أخذت أول رابط. طلع عندي AR. بعدين الأولوية للاي ان يو اس بعدين اي ان. طيب في حالة انه ما لقاش صفحة بالعربي هيعمل ايه؟ لا تعال لسه ما خلصتش. هيعمل ايه مع الصفحة بالعربي؟ هيدخل على اللي بعده الانجليزي. برافو عليك.